تابعنا باهتمام بالغ الأحداث الأليمة التي حدثت في تركيا الصديقة، ولله الحمد أنه أصدقائنا في تركيا تجاوزوا هذه المحنة وتجاوزوها بنجاح، والآن الأوضاع تعود إلى طبيعتها. ولكن حقيقة في هذا الإطار يجب أن نسجل وأن نذكر وأن نشيد بإعجاب وإجلال دور الشعب التركي في نصرة الديمقراطية وفي نصرة الشرعية ودحر الانقلابيين. الآن الأمور مثل ما قلت لك تعود إلى طبيعتها، ولذلك نحن نتمنى أن تستتب الأمور في تركيا وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى، يحفظ تركيا ويحفظ الشعب التركي، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها وازدهارها.